عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد من فيديوهات اكتشف. طلاب الصف الثالث الابتدائي، اليوم سنتناول سويا فن النحت في مصر القديمة، حيث أن في مصر القديمة قديما أيام الفراعنة كانت تصنع تماثيل من مواد طبيعية مثل الرمال والصخور، وهي تماثيل كانت لملوك من الفراعنة ومنحوتات في العصر الفرعوني، وأيضا كانوا بيستخدموا الذهب في صناعة تماثيلهم، وبيستخدموا الفضة والنحاس، كانوا بيستخدموا أشياء كتير جدا في صناعة التماثيل بتاعتهم، كانوا بيسخروا أي شيء عشان يصنعوا التماثيل والمعابد والمجسمات، فكان عندهم حضارة عظيمة. ومن الحاجات اللي نتجت لنا من الحضارة العظيمة دي بعض التماثيل زي تمثال نفرتيتي وتمثال رمسيس الثاني، أبو الهول، الأهرامات، كل دي وظفوا فيها حاجات كتير جدا علشان خاطر ينحتوها ويعبروا عن ثقافتهم وحضارتهم. استخدموا الصخور زي ما قلت لكم، واستخدموا الرمال، استخدموا الذهب، الفضة، النحاس، استخدموا كل شيء كان طبيعي كانوا بيقدروا ينحتوا عليه حضارتهم وثقافتهم عشان يتركوها لأجيال وأجيال وأجيال. وزي ما شفنا يا طلابي ان المصريين وظفوا كل المواد الطبيعية علشان يصنعوا منها مجسمات وتماثيل وتحف علشان خاطر يعرضوا بيها ثقافتهم. كمان التحف دي لما وصلتنا ما كانتش عبارة عن الوان واحدة او كانت على شكل نفس طبيعة المواد اللي كانت مصنوعة عليها، لا بالعكس دي كانت ملونة. فده نتج عنه ان المصريين زمان اللي هم القدماء توصلوا للالوان عن طريق استخدام برضو مواد طبيعية استخدموها علشان يصنعوا منها ألوان يرسموا بيها على جدران المعابد وعلى المجسمات وعلى التماثيل وعلى التحف بتاعتهم. كانوا بيوظفوها في انهم يعبروا عن ثقافتهم. في بعض التماثيل وصلت لنا ملونة، وبعض التماثيل وصلت وبعض قصدي اللوح وصلتنا ملونة، وبعض التحف البسيطة والمجسمات للمجوهرات بتاعتهم وللأشياء اللي بيتزينوا بيها للفازات، لحاجات كتيرة جدا كان هو بيصنعوها زمان، تحف فخارية كانت ملونة. ده بيبين لنا انهم توصلوا للألوان، يعني ما كانوش بيستخدموا لون او لونين، بالعكس صنعوا ألوان كتيرة جدا من مواد طبيعية ولونوا بيها، وده يدل على انهم كانوا بيعبروا عن حضارتهم بشكل ثقافي وبشكل جميل، انهم كانوا عايزين يعبروا عن نفسهم لاجيال واجيال جاية. طلاب الصف الثالث، هيا بنا نتناول موضوع اخر عن الالوان، وهو تدرج الالوان. هي الالوان ازاي بتتدرج؟ هي عبارة عن مزيج متدرج من لون الى اخر، او من درجة غامقة داكنة الى درجة فاتحة من نفس اللون. تمام، كانوا بيدرجوا الالوان. ازاي نستخدم الالوان وندرجها من غامقة لفاتحة؟ وده باستخدام الوان اخرى، يعني كنا بنضيف لون على لون عشان نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. تمام، طلاب الصف الثالث الابتدائي، هيا بنا نتناول موضوع اخر عن المواد الخام. عشان اصنع الملابس لازم ألجأ للمواد اللي هصنع منها الملابس. زي ما قلنا قبل كده احنا بنصنع الملابس دي ازاي؟ الاول بنجيب دود الأز، بينتج حرير، بنغذيه عشان ينتج لنا حرير، فبننتج بعد كده صوف، فبننتج بعد كده، يعني في دورة تناولناها فيما مضى في الدروس السابقة علشان خاطر نوصل للمواد الخام اللي احنا بنصنع منها الملابس، سواء كانت حرير، صوف، جلد. تناولنا الموضوع ده ان ازاي بيجي اصلا من البداية لغاية ما هنصنع الحاجة الاخيرة اللي احنا هنرتديها. تمام، فهنا مثلا الجاكيت الصوف ده صنعناه ازاي؟ اكيد كان مصدره صوف الحيوانات. طيب الملابس القطن دي صنعناها ازاي؟ اكيد كان مصدرها القطن اللي احنا بنزرعه. طيب مثلا الحرير ده كان مصدره ايه؟ دود الاز اللي اتغذى على ورق التوت، فانتج لنا خيوط الحرير اللي منها صنعنا الشيلان الحرير الملونة الجميلة اللي قدامنا دي.
طلاب الصف الثالث الابتدائي نتناول موضوع آخر عن الملابس أشكالها الهندسية. تمام، بيقول لك اكتب اسم الأشكال الهندسية التي نراها في الملابس. هي الملابس بتاعتنا بتبقى داخلة عبارة عن ألوان وأشكال. ممكن أستخدم برضو الأشكال الهندسية بتاعتي اللي هي المستطيل والمربع والمثلث والمعين، والحاجات دي كلها أستخدمها في إن أنا أرسم بيها على هدومي، او ان انا اصنع حاجات في داخل فيها الاشكال دي، زي القميص مثلا الكارو، زي مثلا البروفر اللي بيبقى عليه شكل قلب او عليه شكل مربع او نجمة، زي برضو الجواكت المقلمة اللي عبارة عن مربعات صغيرة جنب بعض. تمام، فانا هقول هنا ان انا استخدمت المربعات والمستطيلات والدوائر والمعينات في الرسم على الملابس، وفي الاخر اصبحت انها ملابس باشكال هندسية. وهنا عندي بعض الصور اللي انا استخدمت في الملابس فيها اشكال برضو هندسية، زي المستطيلات على التيشيرتات اللي هي مقلمة، زي الدوائر على التيشيرتات برضو، زي البروفرز اللي هي كارو، زي التيشيرتات اللي بيبقى مرسوم عليها دوائر كبيرة وصغيرة، زي الكوفيات اللي انا استخدمت فيها برضو دوائر، زي الطرح اللي انا استخدمت فيها معينات. انا ممكن استخدم الاشكال الهندسية بتاعتي في صناعة الهدوم. ازاي؟ ان انا ارسم بيها على الهدوم الاشكال دي. تمام، ان انا ارسم على هدومي مربعات مثلثات نجوم دوائر كده، فاصبحت ملابسي على هيئة اشكال هندسية صغيرة، بس اعطت يعني منظر لطيف في الاخر وشكل جميل. فانا قدرت اوظف الرسومات الهندسية على ملابسي. تمام.